مرحبا طلاب، السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. نرجع وياكم من اللكتشر 16 من الفيزياء. قول يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله وندي. طلاب، هذا اللكتشر يحكي لي على شيء اسمه راديو ثيرابي. شنو الراديو ثيرابي؟ العلاج الاشعاعي او العلاج الفيزيائي. نعرف شنو الراديو ثيرابي، تعريفه او هيك فد ملخص عنه شو يقول؟ The treatment هي المعالجة of disease، معالجة الأمراض. With the ionizing radiation، شلون أعالج الأمراض؟ بالإشعاع المؤين. شنو الإشعاع المؤين؟ هو نفس الإشعاع المفكك. شنو المفكك؟ يعني يدمر، ماشي؟ زين. Also killed، شي يسموه radiation therapy، العلاج الإشعاعي، ماشي؟ It is aimed to deliver a precise dose. شوفوا شباب، اهم شيء بالاشعاع العلاج الاشعاعي هو ينقل a precise dose. يعني شنو شباب؟ يعني ينقل جرعه دقيقه، يعني مو ينقل هيجي بدون تركيز، هاي يحددون جرعه كلش دقيقه ينقلوها. وين؟ من الاشعاع، ينقلوها من الاشعاع، يعني جرعه دقيقه من الاشعاع. وين ينقلوها؟ لمن؟ للتيومر، للورم، ماشي؟ With the minimal damage، مع دمج صغير كلش المن للخنسجة الحيوية المحيطة به. يعني شباب تخيل وياي هسه، هذا رأس المريض مثلا، هنا عنده تيومر، تمام تمام، هو راح ينقلون أشعة كلش كلش دقيقة، ماشي، ويخافون على اليمن، يخافون على بقية رأس المريض اللي هي الأنسجة المحيطة به، هيك يقولون، يعني ركزوها بس على المنطقة مال التيومر. وضحت؟ من طلاب راديو ثيرابي، يقول لك هاي نقطة، هاي كلش ام سي كيو بالوجه، يقول لك شنو هو، شو يستخدم راديو ثيرابي؟ هاي انرجي ريز، يقول لك هي اشعة عالية الطاقة. الراديو ثيرابي هو اشعة عالية الطاقة، تستخدم يعني هي اشعة تستخدم طاقة عالية. ركزوا يا شباب، هي اشعة راح تستخدم لطاقة عالية، تمام تمام، ليش؟ حتى تسوي دمج للكانسر سيل، تتلف الخلايا السرطانية. And stop growing and dividing them. يعني شنو؟ هي شو تسوي شباب؟ هي إشعاع، تستخدم طاقة عالية حتى تروح تقتل الخلايا السرطانية. وش تسوي؟ توقفها عن النمو وتوقفها عن الانقسام، تمام؟ زين. يقول in biological term، بالمصطلح البيولوجي أو المصطلح الحيوي، cancer cells، cancer is the cells ذات. ايش هسه راح يعرف لك يابا، يقول لك شنو الكانسر، شنو السرطان، احنا بس نسمع بيه ما نعرفه. يقول لك يابا هو grow out the control، هو نمو خارج عن السيطره. مثلا الخليه محدد، مثلا هي تنمو بحجم معين، الخليه هنا أنا سرطانيه، هي شلون خليه سرطانيه شباب؟ ترى هو مو يعني هو مرض ويجيني، لا، هي خلايا جسمي يصير بيها نمو خارج عن السيطره، يعني نمو فد فظيع، يعني نمو فد اكبر من اللازم، ماشي، فتصير خليه سرطانيه، ماشي. اند انفيد، وهاي الخليه راح تهاجم، انفيد تهاجم اذر سيلز، تهاجم خلايا اخرى، مثلا خلايا مثلا يقولون سرطان، خلينا نقول سرطان الرئه، خلايا بالرئه راح تصير كلش كبيره، تقوم تهاجم الخلايا الثانيه. وضحت؟ زين. سيلز مي بيكوم كانسيروس ديو، شلون تصير خلايا سرطانيه؟ شوفوا شباب، الخلايا السرطانيه بسببين تصير خلايا سرطانيه، اما السهله، خلينا نعطيك السهله ما تثبتها ببالك، ميوتيشن، طفره، يا اما تكون طفره وراثيه سبب لي سرطان، يا اما شو تسوي لي؟ تراكم، شنو؟ يقول لك accumulation of defect، يعني شلون؟ يعني تصير عيوب، مثلا تصير اضطرابات بالخلايا، تتراكم هاي العيوب، عيب ورا عيب، او اضطراب ورا اضطراب، مثلا ضرر ورا ضرر، هذين راح يتراكم ويتراكم ويتراكم ويسوي لك خلايا سرطانية، تمام؟ تمام. ركز لي عليهن ذني، اللي دا اشرك ياهن ودا اشرح لك ياهن حتى يهن ذني الاشياء المهمة. شوف شباب، يقول لك why is the radiotherapy used؟ ليش انا استخدم الراديوثيرابي؟ ليش استخدم العلاج الاشعاعي، العلاج الفيزيائي نقدر نقول عليه؟ ليش؟ لسببين، يعني اول سبب كيور كانسر. شنو كيور كانسر؟ حتى اشافي المريض اللي يعاني من السرطان، ماشي؟ زين. والسبب الثاني فور باليشن، باليشن مثلا شنو؟ خليني اقول لك شنو هذا، يقول لك ريديوس سيمبتومز، يقلل الاعراض،
خليني اقول لك شنو الفرق بين هذين الاثنين. شوفوا شباب، اجاني مثلا انا اليوم دكتورز وين بمستشفى، وجوني اثنين شخصين، واحد عمره 30 سنه واحد عمره 70 سنه. ذول الاثنين عندهم كانسر، تمام، عندهم سرطان. ابو 30 سنه راح الجا لطريقه الكيور كانسر، اعالجه من السرطان، اسوي له عمليه سيرجيكال واضربه اشعاع، تمام هيجي. لكن ابو 70 سنه هذا هو قاضي، هو هذا شايف يقول له رجل بالقبر ورجل بالدنيا، هذا بنتهي. يعني انا اذا اسوي له عمليه واسوي له بنج ومخدر وبنج عام، جائز هو يموت بالبنج عام، يعني يجوز انا هو يموت بالبنج عام وما يكتل السرطان، ينكتل بالبنج عام. فهذا شو اسوي له؟ اسوي له باليشن، يعني شنو؟ استخدم نسبه من الاشعاع حتى اقلل الاعراض مالته. مثال يا هو خلني اشرح لك هاي، بعدين اشرح لك هاي. شوف شباب، يقول لك هسه مثال عندك اللانج تيومر، سرطان الرئه، هذا اللي يصير عنده سرطان الرئه شو يسبب لي؟ ضيق بالتنفس. فهذا من عنده ضيق بالتنفس، انا لازم اسوي له فقره تخفف الاعراض مال الضيق. شو اسوي له؟ استخدم الباليشن. الباليشن مال الاشعاع شنو؟ مثلا حجم السرطان كبير، راح اجي استخدم هذا الاشعاع اصغر حجم السرطان، بس اصغره حتى شنو؟ ما يسبب له ضغط على الرئه. فهمتني؟ هاي الموضوع مالته، هذا اللي هو اللي يقصد بيه باليشن، اللي هو اقل الاعراض. لكن الكيور شنو؟ اعالج السرطان. شوف يقول لك ديستروي تيومر، ادمر الاورام، بس يا اورام مو المنتشره، لا الغير منتشره، نوت سبريت، ماشي، اوذر بودي بارت، يعني بس الاورام ما منتشره عندك بالجسم. مثلا الورم مثلا صاير عندك لا سمح الله، يعني مثلا بالكبد بالرئه، بس اذا ندمرها، ماشي زين. شوف اكو فقره ما راح ابدي لك منها، لا راح ابدي، يقول لك بالسيرجي او كيموثيرابي. شوف بالعمليات الجراحيه، شوف شباب، طبعا ان الكانسر انا مو بس اعالجه بالاشعاع، لا، الاشعاع شنو، سوري، الاشعاع هو علاج ثانوي. شوف شباب، الكانسر اقدر اعالجه بعمليات جراحيه، مثلا اسوي اكتومي، استئصال للعضو، ماشي. من سويت مثلا اكتومي راح اجي استخدم الاشعاع، بس ليش استخدم الاشعاع؟ انا مثلا صار عندي سرطان بالرئه، راح اجي اسوي عمليه جراحيه استأصل الرئه، بس مو بالاشعاع، شوف، بس استأصلتها بعمليه جراحيه. ورا ما كملت العمليه الجراحيه شو استخدم؟ اجي استخدم الاشعاع. ليش؟ حتى اقلل خطر الاصابه، لانه من استأصلته جائز انه تبقى خليه جوا، جائز انه معرض للاصابه. فشو يقول لك؟ ريديوس ذا ريسك كانسر، ماشي، يمكن ان يعود ريتيرن افتر سيرجي. من اسوي العمليه راح اجي اضرب اشعاع حتى اقلل خطر الاصابه بعد، تمام. او اسوي شرينك للكانسر بيفور سيرجري. شنو شرينك للكانسر؟ مثلا انا اليوم عندي كانسر واريد اسوي له عمليه، لكن هذا الكانسر كلش كبير ما راح اقدر اشتغل عليه، فش راح اسوي له؟ راح اجي اضربه اشعاع اصغره، فهمتني؟ وبعدين اسوي له عمليه جراحيه. عرفت شو تسوي؟ يعني وين يستخدم الاشعاع؟ تحفظ، خلي ببالك شغلتين، اول شيء كيور كانسر وباليشن. الكيور عرفت انه يابا انت راح تفلش الاورام الغير منتشره، راح تجي ورا العمليه الجراحيه هم تضرب اشعاع حتى تقلل خطر الاصابه، وقبل العمليه تصغر اذا كان مطلوب منك انه تصغر حجم الاشعاع، راح تستخدم حجم الكانسر، راح تستخدم الاشعاع حتى تقلل حجمه. وضحت شباب؟ ان شاء الله وضحت. يقول لك هنا الباليشن احنا مساعد شنو نسوي؟ يقول لك نقلل الاعراض، مثلا نصغر حجم الكانسر حتى لا يضغط على الرئه مثلا، مو هنا اقلل، مو بس اصغر، لا، هنا مثلا يجيني مريض يقول يا ابان هو عنده سرطان، يقول كلش مثلا يوجعني كلش، فهذا المريض خطيه، احسن ما اخليه يظل يتاذى، فاستخدم له اشعاع حتى شو اسوي له؟ ريديوس بين، اقلل البين، اقلل الالم، اور نيولوجيك سيمتومز، او الاعراض العصبيه مالته، ماشي. شلون ذني اقلل؟ لما اقلل حجم الورم. اذا بالحالتين انه انا شو اسوي؟ شرينك للتيومر، اقلل حجمه، من اقلل حجمه راح يقلل الالم وما يصير عنده ضيق وتنفس، مثلا اذا لا سمح الله اذا كان عندي بالرئه مثلا، ماشي. هسه نكمل، ها ملخص هذا يقول لك وين از ذا راديوثيرابي يوز، شلون يستخدم؟ طبعا شباب راديوثيرابي العلاج الاشعاعي ما يجي دكتور واحد ويقرر، لا، راح يقعدون ستاف كامل، يعني شنو؟ يعني مجموعه من الدكاتره، يا هم مثلا اذا كانوا مثلا يقول لك ذا يوز راديشن ثيرابي از ديترماين، يحدد باي ذا ديسيشن، قرار اوف تيم اوف دكتورز،
قرار يتخذوه تيم كامل من الدكاترة يلا يستخدمون الإشعاع. هذا التيم شو يتضمن؟ radiation oncologist، يعني شنو هذا؟ الطبيب الإشعاعي الخاص بالباطنية، تمام؟ والميديكال اونكولوجيست الطبيب الطبيب ابو الباطنية بس مو الإشعاعي. يعني اكو اطباء اثنين، واحد إشعاعي خاص بالباطنية وواحد شنو لا بس باطنية، ماشي؟ والسيرجن اللي هو يعني الليدر مالتهم انا باعتباري اللي هو الجراح، تمام؟ Sometimes radiation therapy is used only to treatment a patient need. شنو يعني شباب؟ يعني مرات اني هذا الشخص، شوف الاشعاع يستخدم بطريقتين، مثلا اجاني شخص اعالجه اقدر بس بالاشعاع، تمام؟ يعني اسوي له بس عملية اشعاع وعالجه، لكن اكو بعض الشيء الاشعاع يعني هذا الشيء يسموه يقول لك need only، يعني يحتاج بس إشعاع حتى يتعالج، تمام؟ أما مرة ثانية أو بحالة ثانية إنه الإشعاع يكون مزدوج، ماشي؟ مثلاً شنو؟ يعني جاني مريض لازم أسوي له عملية وإشعاع، يعني شوف الإشعاع صار عامل ثانوي مو عامل أساسي، هذا يقصد بيه. يقول لك يابا it is combined، يشترك with the other treatment مع علاجات أخرى such as surgery، عملية لو كيموثيرابي علاج كيميائي، ماشي؟ لأنه بالكانسر كلنا عرفه يسوي علاج كيميائي ويسوي علاج إشعاعي، مضحك شباب؟ هيك أفتهم حتى شو يصير؟ هي المادة من أنا مقلوبة الدنيا علينا، فأنت لا تعرفها راح تظل معقدة، فحاول تسهل الأمور تسهل. شوف شباب radiation doses، هسا راح نجي الجرع. الجرعة شنو شباب؟ الجرعة مال إشعاع، راح نجي ندرس كم جرعة وإن شاء الله سهلات. الأبزوربت دوسز، الجرعة الممتصة، خلنا نجي نقرأ طلاب. طبعا الجرعة الممتصة، شوفوا هذا الحكي، كل جرعة راح ناخذها راح اختصر لك اياها بقانون واحد، بس خلنا نقرأ الحكي. يقول لك is radiation، هي radiation energy absorbed per unit mass، يعني هي طاقة الإشعاع الممتصة لكل كتلة. يعني الطاقة، شوف يعني شنو هو، لا يعني اختصرها ال absorb، دقيقة ال absorb does، خلنا نكتبها هيك اختصار AD، يعني absorb does شو يساوي لنا؟ يساوي لك energy على mass، تمام؟ شنو يعني طاقة الإشعاع الممتصة على الكتلة، وضحت؟ هذا يقصد بيه بالتعريف of an organ or tissue. The absorbed does describe، هاي كلش مهمة. يقول لك الابزوربد does، الجرعة الممتصة شو توصف لك؟ توصف لك ال intensity of the energy deposited in any tissue located anywhere in the body. يعني شنو؟ ركز وياي وافتهمني. يقول لك يابا الجرعة الممتصة شنو توصف لك؟ شو توصف؟ أقول له توصف شدة الطاقة المتراكمة بأي عضو بالجسم مال الإنسان، تمام؟ أو بأي نسيج بجسم الإنسان، شدة الطاقة المتراكمة intensity of energy deposited، ماشي؟ وضحت؟ شدة الطاقة المتراكمة هاي كلش مهمة. and it use assesses to the potential for damage to particular organ tissue. يقول لك تساعد مثلا يعني شنو هو بتقليل الدمج او تسبب لك دمج، سوري ماشي، هاي مو مهمه. هسه هاي الابزورب داس بيش تقاس؟ احنا مو قلنا القانون انرجي على الماس، يعني انرجي على كتله، الانرجي بيش تقاس؟ بالجول، والكتله بالكيلوغرام، تمام جول على كيلوغرام شي يعني باوع. انا اقول لك شغله، هي القانون شنو؟ اي على ماس، ماشي، انرجي على كتلة، الانرجي بيش تقاس؟ بالجول، الماس بيش تقاس؟ بالكيلوغرام. زين هي اصلا وحدة الجول على الكيلوغرام شو يساوي لنا؟ وحدة يسموها جراي، تمام؟ ركز وياي خاف فوتك. كل واحد جراي شو يساوي لك؟ 100 راد. خاف واحد يسألك لان هو مطيك اياها المعلومة هنا، مثلا يجوز يقول لك كل واحد جراي يساوي لك 100 راد، هاي ما لكم علاقة بيها، ماشي؟ زين هسه واحد يقول ليش ما لك علاقة بيها؟ طلاب هاي مال الكترون فولت، شنو ناخذها بالسادس، اذا تريد تحول ال شو اسمه وحدة الى وحدة تضرب في 1.6 في 10 سالب 19، وهي ما تحتاجها هنا، بس ما اعرف ليش مخليها. شوف شباب يقول لك هاي الابزورب داس اللي هي جراي، طبعا هاي جي واي يعني جراي اختصار، ماشي اختصار للجراي.
شوف شباب يقول لك doesn't describe biological effect. هاي كلش مهمة يجيبوها MCQ. يجوز يقول لك does. شوف شباب يا أما يجيب لك ياها فراغ ويقول لك doesn't describe, يعطيك هاي جملة كلها ويعطيك هاي فراغ ويقول لك اختار, لازم تختار الجري ماشي, يعني هي هاي وحدة القياس ما توصف لك التأثير البيولوجي. دير بالك الجري من جاية من الابزوربت does ماشي does, هاي ما توصف لك التأثير البيولوجي, ما توصف. دير بالك خاف يقول لك واحد توصف التأثير البيولوجي, قل لا ما توصف ليه ماشي زين. هاي هسه هاي نجي نكمل طريقة الحساب. هاي عندنا مسألة, بس قبل المسألة أو خلنا ناخذ المسألة. شوف هي نفس هي المساعد كتبت لك إياها. شوف هاي energy absorbed dust from ionizing radiation على mass of organ. انت خود تروح تكتب لي هاي لو تحفظ لي بس E على mass. هي الإي شنو؟ هي الطاقة مال منو؟ مال absorbed dust, مال الأشعة الجرعة الممتصة تمام؟ على mass الكتلة. اختصر يعني حاول تفهم نفسك, لا تروح تحفظ بدون ما تفتهم, لا تروح تكتب قوانين وانت ما تعرف هاي شنو القوانين. حاول تاخذ اللبة من القانون, اللبة مال القانون هاي. هسه تقول انت بكيفك تحكي, لا مو بكيفي, انا عندي دليل احكي لك فيه اللي هي هاي. شوف هذا القانون, شوف مخلي لك بس 5 على 0.2. ال 5 من هي الطاقة بالجول, وال 0.2 هي 200 غرام اللي هي الكتلة حولها. يعني بس تستخدم انه الاي على اليمن على الماس ماشي. هسه مطيك مثال يقول لك if the energy deposit in liver, يقول لك اذا كانت الطاقة المتراكمة بالكبد ايش قد 200 غرام ماشي. احنا اول شيء قلنا يابا الكتلة بيش تقاس بالكيلوغرام, اذا هاي تحولها قسم على 1000 زين, والطاقة ايش قد الانرجي ايش قد 5 جول ماشي. this mean يقول لك هذا يعني absorb the dust ايش قد تساوي لك. لازم تروح تطبق القانون انرجي على ماس, الانرجي 5 ماشي, والماس ايش قد الكتلة طانيها 200 غرام لازم احولها للكيلوغرام, صار 0.2. ف5 على 0.2 25 جراي. هاي لازم تعرف انه انت هاي وحدة القياس مال ابزورب الداس هي شنو جراي, اختصارها جي واي تمام. زين شنو هاي 2500؟ سبق وقلت لك يابا كل واحد جراي ايش قد يساوي لك 100 راد. كل واحد جراي يساوي لك 100 راد ماشي, 100 راد. ف 25 جراي ايش قد تضربها في 100 حتى تتحول لك راد تمام. هاي يعني اشياء حلوه بسيطه ان شاء الله. هسه عندي هاي اشياء مهمه ركز لي بيها. شوف شباب هاي ام سي كيوات كلش مهمه ماشي. ولا يقول لك الانرجي الطاقه ديبوسايتد اللي هي المتراكمه ان سبيسيفيك اورجان. شوف يعني اكو طاقة موجودة بعضو خاص كلش, هاي الطاقة شي يسموها شباب؟ يسموها self dust. self dust اعرفها من specific organ هي self dust. يعني ركز وياي, اني عندي organ خاص اريد انطي جرعة, هاي الجرعة شي يسموها self dust. وضحت؟ ان شاء الله وضحت. زين العضو اللي يستلم لهاي الجرعة شي يسموه؟ يسموه target organ, العضو الهدف تمام. يعني الاشعاع اللي اريد اطلعه شو يسموه؟ سيلف داز. العضو اللي يستلم شو يسموه؟ تارجت اورجان تمام ان شاء الله تمام. يقول لك the fraction of the energy emitted by the source of antibosite in the target fraction of energy. شوف شباب اكو بعض الطاقات الخارجيه يسموها absorbed fraction ماشي. زين هاي الabsorbed fraction اللي هي الفراكشن اوف انرجي او ابزوربد فراكشن, او بمعنى اخر اللي هي شنو اللي هي الابزوربد داس ماشي, على من تعتمد هاي على من تعتمد, او الابزوربد داس على من تعتمد. اذا سالك تقول لي يابا اول شيء تعتمد له عليه هو الانرجي طاقه اند تايب اوف راديشن, يعني طاقه ونوع الاشعاع. زين النقطه الثانيه نوع وشكل, حجم وشكل سوري size and shape ماشي, حجم وشكل شنو الهدف التارجت اللي حكينا عليه هسه التارجت اورجان. زين بعد الثالث الديستانس between source and target, المسافة بين المصدر والهدف. وضحت شباب؟ هذين اشياء بسيطة يعني هن حفظيات, ويعني بس تتخيل وياها هسه مثلا انا ما كنت ابغى عتاب هيك شنو صافن انه اتخيل اني ايش داي احكي, دا اقول انه انا تعتمد الابزرب الداس على ثلاث شغلات. اول وحدة
خاصه بالاشعاع اللي يجيني. شنو لازم الاشعاع؟ لازم اعرف انه طاقته ونوعه، ماشي زين. ثاني وحده خاصه بالهدف، الهدف شو ايش بي لازم؟ لازم اعرف انه شكله وحجمه. ثالث وحده المسافه بيناتهم، هيك يعني زين. اكويفالنت، شوف شباب الابزورب داز، هسه تخيل شنو هاي الاكويفالنت. شوفوا شباب هاي تابعه الزيج، ليش؟ مثلا ابزورب داز الجرعه هاي، هسه انت مو شمرتها بجسمي، خلينا نقول انت جيت دكتور وانا جيت يمك بيشنت، ضربتني اشعاع تمام. هذا الاشعاع تاثيره من يقيس لي اياه، يقيس لي الاكويفالنت داز، ماشي وضحت شباب زين. يقول لك it use، هي تستخدم to assess how much biological damage، الضرر اللي صار عندي من يقيسه يعني الضرر، من أقول ضرر يعني تأثير، ماشي. equivalent does اللي هي تقيس لي ال biological damage accepted from the observed does اللي سوت ليه منه the observed does. وضحت إن شاء الله وضحت. هسا شلون أحسبها؟ شلون أحسبها شباب؟ أحسبها الابزورب داز، مو كان عندي قانون هو الناتج، يعني اذا اريد احسب الايكوفالنت الابزورب داز في دبليو ار. شنو الدبليو ار شباب؟ الدبليو ار هو الوايتنج فاكتور، هذا هو يعطيك اياه، هذا ثابت لازم ينطيك اياه بالسؤال، ماشي ماشي شباب زين. هسه انا عرفت شلون احسب الايكوفالنت، اقول له هذا هو الابزورب داز في الوايتنج فاكتور. زين شنو الوايتنج فاكتور؟ اللي هو شباب هو هذا العامل الثابت. زين الابزورب داز انا علمتكم شلون طلعوها. زين اكو فد سؤال يقول لك الوايتنج فاكتور الدبليو ار على من يعتمد؟ على من يعتمد؟ تقول له يعتمد على نوع وطاقه الاشعاع، ماشي. يا هو كان يعتمد عليها نوع وطاقه الاشعاع، نفس هالابزورب داز هاي شوفها نوع وطاقه الاشعاع، هو نفسه يعتمد عليها الوايتنج فاكتور. وضحت شباب زين. هسه يقول لك يا اكو بعض الفروقات بين الابزورب داز وبين الاكويفالنت داز. شنو هاي الفروقات؟ هسه انا اقول لك شنو هاي. شوفوا طلع كلش بسيطه. الابزورب داز تيلز تخبرك از ذا انرجي ديبوسايت، الانرجي الطاقه المتراكمه وين؟ ان سمول فوليوم ان تشو. يعني يابا انا شو اسوي؟ انه الابزورب داز اجي انقلها الى، يعني اسويها عن طريق الجهاز، اوديها لجزء معين او عضو معين بجسم الانسان، هاي الابزورب داز. زين الابزورب الاكويفالنت داز شو تسوي؟ يقول لك ديترماين ذا امباكت، تحدد لك التاثير او الدمج اللي سببته لك يا منو؟ سببته لك يا الابزورب داز. وهي حكيت لكم اياها فوق، ماكو داعي نعيد ونسقل بيها. زين هسه شباب بيش تقاس الابزورب داز؟ تقاس بوحده يسموها سيفرت اور ملي سيفرت، ماشي. هي تشبه، شوف شو يقول لك، يقول لك الابزورب داز اند اكويفالنت داز نورمالي ذا سيم، يعني هن مشابهات ماشي، لكن يختلفن وين؟ بس الوحدات ما القياس. هاي شو يسموها سيفرت او ملي سيفرت، هاي شنو الاكويفالنت؟ هاي الاكويفالنت يسموها ملي سيفرت. زين يا بطلي يتذكر الابزورب داز شنو؟ يقول لي يابا بالجراي لو ملي جراي، تمام. اذا احفظ اني الابزورب داز جراي اور ملي جراي، هاي تقاس. زين والإكوفالنت أقول له سيفرت أو ملي سيفرت. هسا رح نوصل لأسهل واحدة بيهن وأكثر شيء حلو بيهن. شوفوا طلاب الإفكتيف، شوفوا الأبزورب داز هي الجرعة الآن ضربتها بجسمي، خلينا نقول إجت الإكوفالنت حسبت الدمج أو حددت الدمج اللي سببته هاي الجرعة. تدرون الإفكتيف شو رح يسوي؟ رح يحدد الدمج اللي يسوي يصير مستقبلا. خلنا أقول لك، أضرب لك مثال يوضح لك إياها. اليوم هذا مثلا ابو بنك الشماليه ما ادري الجنوبيه، هذا الخبل اجى ضرب صاروخ، تمام، ضرب صاروخ نووي. هذا الصاروخ النووي من يوقع، شوف اعتبر الصاروخ النووي هو الابزورب داز، تمام الابزورب داز هو الصاروخ النووي، وقع وين؟ بمنطقه معينه. هذا من وقع مو سبب لي اول شيء ضرر، ما عليه بالغاز مالته طلع وسبب لي تشوهات وهاي، لا اول شيء اصبر لي، هذا من وقع الصاروخ مو انفجر. من يحدد هذا التأثير؟ مثلا حفر بالقاع حفرة سبب انفجار، من يجي يحسب لي هذا التأثير؟ هو الإكويفالنت داز، ماشي؟ زين الغاز مالته من انتشر بعد يومين ثلاثة مو صارت تشوهات بالناس؟ من يحسب لهاي التشوهات بالناس؟ هو الإفكتيف داز، ماشي؟ الإفكتيف داز. فيديوتوني من أضرب أمثلة شباب، ركز وياي، فهمتها؟ فهمتها لازم، لأن ماكو أبسط منها إن شاء الله.
هسا الافكتيف داس هو شي يقول لك؟ يقول لك assess to the potential effect that may occur in the future. يعني يقول لك يابا الضرر اللي يصير بالمستقبل. ماشي؟ ماشي. الافكتيف داس شنو وحدة قياسه؟ مثل وحدة قياس الاكويفالنت. ماشي؟ وشنو قانونه؟ الاكويفالنت في ال WR. وقلنا WR هو ينطني على السؤال. ماشي؟ هسا تقول لي على شنو؟ شباب الاكويفالنت شلون شنو نطلعها من الابزورب داس؟ هو انطاني قانون واحد والبقية أنا مشي عليه. شوف انطاني قانون الأبزوربت اللي هي إنيرجي على الماس، بعدين قال لي يا بالإكويفالنت تضرب الأبزوربت بالدبليو آر، والإفكت قال لي تضرب الإكويفالنت بالدبليو آر. تمام؟ يعني شيء مرتبط بشيء. شباب ركزوا وياي هسه راح نجي على اليمن على الأشياء اللي يعتمد عليها الإفكتيف. ماشي؟ شوف الإفكتيف على اليمن يعتمد على الأبزوربت داس. احفظ لي بس يعني بس ركز لي هنا أنا. على الابزورب داس يعتمد لي عليها، يعتمد لي على الهرم، هرم ليفل. هرم تعرفون شنو الضرر؟ بدل يعني انا افضل انه يكتبون هنا هرم فول، يعني هرم فول ليفل. ماشي؟ اوف راديشن والسنسيتيف، تعتمد على السنسيتيف اوف ايتش اورجان كل عضو. اذا اعرف انه الافكتيف داس يعتمد على ثلاث شغلات، هي الابزورب داس والهرم فول ليفل والاخيره الثالثه اللي هي سنسيتيف. تمام تمام زين طلاب. هسه ايش يقول لك يابا؟ يقول لك وي اكسبلينت. شنو اكسبلين؟ دقيقه. يقول لك effective does can be used. الافكتيف وين استخدمها؟ حتى اكسبلين ذا اوفرول لونج تيرم ريسك تو بيرسون فروم ذا سبيسيفيك بروسيجر اند از يوزفول فروم ذا كومبيرينج ريسكس فروم ديفرنت بروسيجر. شوفوا شباب هنا أنا مثل ما قلت لكم أنا المثال اللي قلت لكم هذا اللي الرئيس أمريكا الرئيس الأمريكا الجنوبية ما أدري منه، المهم نسيته. شوفوا طلاب قلت لكم تحسب الضرر اللي يصير وين؟ تحسب الضرر اللي يصير بالمستقبل. كان الله يحب المحسنين. يقول لك the actual risk to the patient may be higher or lower depending on the size of the patient and the type of procedure. يعني شنو يقول لك يا بل الخطر على من يعتمد؟ شباب هنا الخطر على من يعتمد؟ مثلا يقول لك يا بل الخطر الحقيقي او هيك هذا مو مهم. يقول لك يعتمد على حجم المريض والنوع مالته، يعني النوع مال العمليه راح تصير، يعني الخطر مال شعار. يعني يقول لك يا بل هسه شنو راح اقول لك شنو؟ يعني يقول لك هاي التشوهات بالمستقبل على من تعتمد؟ راح تعتمد على البنيه مال شخص. اذا كانت مثلا بنيته قويه او هيك، واذا كان حجمها كبير، يعني هيك بصوره عامه، اذا كانت بنيته قويه فهو راح يكون اقل تاثر او هيك، او اذا كان حجمها شلون الحجم مالته كبير وهاي هم راح يكون التاثر مالته اقل. يعني بس هو يعتمد على من على الحجم وعلى البروسيجر مالته. ماشي؟ هسه هنا الشباب بده يقول لك يا ابي الابزورب داز والاكويفالنت داز والافكتيف داز وين؟ بالسي تي ابدومن، يعني بالمفراس. طبعا هنا بدنا قيم بسيطه يعني بالابدومن لازم تحفظهم. يعني انت يقول لك بالابزورب داز قد تساوي لك 20 ملي جرام وبالاكويفالنت 20 ملي شنو سيفرت وبالافكتيف 15 ملي سيفرت. هاي هيك ارقام ما اعرف والله حتى مو الحفظ، يمكن ان هي اكزامبل يعني امثله. هسه اللي هنا طلاب خلص البارت الاول من المحاضره، ف هنكمل مثال، هنكمل لنا بعض الاشياء البسيطه حتى شويه نسويها هواي يعني نسويها اكثر من جزئين حتى تكون المحاضره يعني بسرعه تنشاف. عند اللاينر انرجي ترانسفير، اللاينر انرجي ترانسفير اللي هو LET. شنو اللاينر انرجي ترانسفير؟ يقول لك لاينر انرجي ترانسفير is the amount of energy that ionizing particles transfer to the material transferred per unit distance. شنو يعني على كل حكي؟ يقول لك يابا هي كمية الطاقة اللي تكون بالجزيئات الايونية، هاي الجزيئات تنتقل لمن؟ الى مواد اخرى. يعني كمية الطاقة تنتقل، يعني كمية الطاقة موجودة بجزيئة، هاي الجزيئة تنتقل إلى مادة أخرى. تمام؟ هاي بنظري أنت تفقرت هيجي راح يصير عليك فد شيء مزعج. تعال أعرف لي إنه هذا القانون مالته هو يختصر لك هذا كله. دلتا إي على دلتا إكس، طبعا هي بير ديستانس،
ماشي. دلتا اي هي الطاقة ودلتا اكس هي المسافة، تمام؟ هذا قانون ال E T. اعرف القانون مالتها انت راح كلش يعني تفهمها اكثر يعني. هسه هنا شوف شباب، تتذكرون اكو الابزورب داز تشانج توصف لي، قلت لكم توصف لي الانتنسيتي ماشي. هسه انتنسيتي قلت لكم توصف الانتنسيتي اوف انرجي ديبوسايت ان اورجان، توصف كميه شده الطاقه المتجمعه بالعضو. هنا انا شوف شباب، هنا هذا اللاينر انرجي ترانسفير يوصف لي الاكشن النشاط مال راديشن انتو تتر، يعني يوصف لي النشاط مال شعاع داخل المادة ماشي. هسه يدك تعرف لي انه يابا ال اي تي على من يعتمد؟ يعتمد على الناتشرال اوف راديشن طبيعة الشعاع وعلى المادة الناقلة ماشي. يعتمد لي على طبيعة الشعاع وعلى المادة الناقلة، وضحت؟ زين شباب اعيدها لك، يقول لك يابا اللاينر انرجي ترانسفير على من يعتمد؟ يعتمد على طبيعة الإشعاع وعلى المادة المنقولة والناقلة ماشي. زين هسه شلون يقاس ال اي تي؟ دلتا اي على دلتا اكس، التغير بالطاقة على التغير بالمسافة ماشي. زين بيش يقاس؟ شوف هاي الرمز، شوف الكي يعني كيلو، الاي الكترون، كيلو الكترون فولت، كيلو الكترون فولت على المايكرومتر، لو ميجا الكترون فولت، شوف ميجا الكترون فولت على سنتيمتر، انت بكيفك. اذا كيلو الكترون فولت لان هي الميجا اكبر من الكيلو، فاكيد انه اذا كبرت، اذا كبرت هذا اكيد راح اكبر المايكرومتر ماشي. شوف شباب، كيلو الكترون فولت والمايكرومتر هنا على سنتيمتر، يا اما تقول لك كيلو الكترون فولت على مايكرومتر، يا اما تقول لي ميجا الكترون فولت على سنتيمتر ماشي. طلاب يقول لك the energy of the charged particles الدلتا اي، هاي الطاقة الفوق قلت لك، يقول لك والله يمكن ان تفقدها بسبب شنو؟ الالكترونيك كولاجين، يعني شنو؟ اصطدامات الالكترونات اللي تصير اثناء انتقالها خلال المسافة مالتها بالدلتا اكس. يعني هاي الطاقة شباب من تنتقل خلال المسافة يمكن ان تنفقد بواسطة الاصطدامات ماشي. هيك شيء بس اعرف لي اياه. يقول لك يا بل هاي مهمة. شوف شباب يقول لك ال LET، انا سبق بالمحاضرة رقم 13 قلت لكم اياها، تذكرون من قلت لكم اكو بالفوتون وبال البروتون والايونات، قلت لكم اكو شيء يحفز الضرر مالتهم ماشي. تذكرون ال LET بمحاضرة 13؟ هذا هو. يقول لك اذا زاد فش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي تقليل will attenuate the radiation more quickly، يعني راح يقل باب. اذا هو عالي راح يقلل الاشعاع، يقلل الاشعاع بسرعه، لكن شي سبب لي؟ سبب لي ضرر. اعرف انه ال اي تي اذا زاد او اذا كان عالي تمام، فهو راح يسبب لي، راح يسبب لي شنو؟ يسبب لي الاشعاع ينفقد بسرعه، لكن بنفس الوقت يسبب لي ضرر بالضرر ماشي شباب. سوري ماشي. يقول لك اما هسه هاي اذا كان ال اي تي عالي، لكن اذا كان تركيز الطاقه عالي higher concentration of the energy راح يسبب لك severe damage. شنو يعني؟ يسبب لك يعني دمج كلش شديد للبيولوجيكال سيلز، للخلايا البيولوجيه ماشي، او الخلايا الحيويه. شوف شباب هاي قلت لك اياها، هاي قلت لك اياها، فما يحتاج نعيد ونسقل فيها. هسه وصلنا شيء اسمه relative biological effectiveness، يعني شنو؟ كفاءة هاي ال effectiveness، يعني الكفاءة شباب ال RBE هذا كلش بسيط. دقيقة الطلاب، هذا كلش بسيط، هذا شغلته انه يشتغل على جرعات. اكو جرعة طلاب، اكو جرعة تكون ثابتة واكو جرعة باعوا. هسه شلون انت مثلا شو تقول؟ تقول يابا اليوم اني خلينا نقول هسه مثلا كرة القدم، منو أكثر لاعب مثلا محقق أهداف؟ مثلا كذا فلان محقق أهداف ماشي بالعالم كله، فهذا يعتبر شنو؟ المركز الأول. بقية اللاعبين من نريد نقارنهم مثلا بيليا هو هذا أكثر لاعب بالعالم اللي هو محقق أهداف، بقية اللاعبين مثلا رونالدو
ليو ميسي. من نريد اقول اهداف ايش اقول؟ اقول اقارن ببيليه. ماشي بيليه زين، فهمت الفكره؟ هي نفس الفكره هنا. أنا يقول لك يا به هنا از ديفاين ا ريشيو، هي النسبه اوف داس اوف ستاندرد راديشن، يعني جرعه مال اشعاع ثابت لجرعه مال اشعاع اختباري مثلا. يعني هذا شو اختصر لك؟ اختصر لك يا بهاي الكلمه، يقول لك داس اوف ستاندرد راديشن وهاي ثابته. زين هسه تقول لي شنو رقمها هاي؟ راح اقول لك هاي رقمها هو ينطيك اياه، بس انت لازم تعرف اساميهن. شنو اسمه؟ يا اما 250 كيلو الكترون اكس راي، هذا اسم الاول. لو الاسم الثاني ميجا الكترون فولت اللي هو الكولبيوم جاما، هذا اسمه وهذا اسمه. هذا ان انت ومطلوب منك تحفظهم صراحة، يعني انه انا قلت لك تحفظهم، ما مطلوبات تحفظهم، بس يعرفهم انه هن ذن الثابتات، مرات يجيك هذا ومرات يجيك هذا. هسه تقول انا احفظهم؟ لا والله هو يعطيك اياها بالسؤال. دليل على ذلك عشان يعطيك اياها بالسؤال، هو يعطيك اياها بالسؤال والنسبة مالته هو يعطيك اياها، يعني انت بس تعرفهم، بس عليك تعرفهم هذا ثابت وهذا هو اللي يتغير. ماشي مثال عليه، فور اكزامبل يقول لك اف 10 جراي اوف الكروميوم جاما raise kills 50% of the mice in group and 1 gray of heavy ion. شوف هذا الهيفي ايون هو التيست، تمام؟ فيريد شنو؟ يريد ال RBE. شلون اطلع ال RBE؟ هو شنو؟ اخلي الستاندرد هنا والتيست هنا. الستاندرد هي 10 والتيست 1، 10 على 1 10. وضحت شباب؟ ان شاء الله وضحت، تمام؟ هنا بعض الملاحظات يقول لك relative biological effectiveness allow comparison of test radiation with the standard radiation. يقول لك يسمح لك بالمقارنة. هسه شلون احنا قارنا؟ يقول لك the ratio does between the radiation to give a certain biological effect. يعني شنو يقول لك يابا؟ هي النسبة بين هو ده، يعني ده ايتها النسبة بين جرعتين ماشي تنطيك تأثير بيولوجي. ماشي طلاب، سوري وصلنا وين احنا؟ لكتشر 15 اعتقد، سوري طلاب نكمل. هسه على من يعتمد ال RBE؟ شوفوا يعتمد على 5 عوامل. اني شلون حفظت سن؟ انا اقول لك شلون حفظت سن. خليت اول شيء راديشن 2، اول شيء بصف الراديشن خليت كواليتي وخليت داس. ماشي يعني شدة، يعني كفاءة أو الكواليتي، الكفاءة والنوعية مال الإشعاع وجرعة الإشعاع، بعدين عدد الجرعات ماشي، بعدين شنو معدل الجرعة داز رايت والبيولوجيكال سيستم. أنا عن نفسي شلون حفظت هنجيت راديشن؟ خلنا أقول لك شلون تحفظ، لأن شباب إحنا لازم بيناتنا نتعاون. أنا أحبذ روح التعاون، أحبذ إنه أنا اليوم من عندي طريقة أقول لك إياها، أنت من عندك طريقة تفيدني أقول تقول لي إياها، ما نصير بعض الأنانيين أو هيجي. فركز وياي، أنا باوع خلي ببالك إنه أول شيء الـ RBE يعتمد عليه 5 شغلات، 5 شغلات، أول 2 radiation quality و radiation dust، بعدين هي الدست راح تجيك فيها شغلتين، يا هي number of dust والدست ratio أو rate، ماشي؟ والاخيره اللي هي البيولوجيكال سيستم. زين فور اكزامبل شوف هذا المثال نفسه، هو من ساعه مطانا مثال، هسه مطاك مثال، من ساعه انطاك مثال بيا ماده، الماده هاي ام الكور ماشي. هسه انطاك ماده مثال بالماده ام الاكس راي اللي حددت لك اياها من ساعه. ايش قال لك؟ قال لك هاي الستاندرد مالتك ايش قد؟ 2 والتيستد ايش قد؟ 0.66. فانت تخلي 2 على 0.66 وش تسوي؟ تحفظ في هاي الفارزة و 200 على 66 يطلع لك تقريبا 3. ماشي وضحت شباب؟ ان شاء الله وضحت. زين هذا المنحني. شوف هذا المنحني طلاب، هسه انت اليوم دكتور مو، خلني اشرح لك شنو سالفة هذا المنحني. انت اليوم دكتور، اجاك مريض ضربته اشعاع، المريض كان عنده كانسر فضربته اشعاع، هذا من ضربته اشعاع احنا ليش يخلون اكثر من جرعة؟ مو صح؟ لان هواي خلايا. فانت من ضربت اول شعاع لازم تعرف ايش قد باقي الخلايا الحيه اللي يبقى عندك، تمام؟ فكلمه سيل سيرفايفل كورف يعني الخلايا الحيه، الخلايا الحيه البقت از ذا كورف يوز تو راديو بايولوجيكال ديسكرايب ذا ريليشن شيب بتوين ذا فانكشن سيل ريتينينج ذير ريبرودكتيف انتجريتي اند ذا ابزوربد داز اوف راديشن.
شوفوا شباب، يقول لك يا با انت راح تقارن بين الدوز الجرعه وبين السيرفينج فراكشن، يعني شنو الوظائف الخلايا الحيه. شوف شباب، السيرفينج فراكشن هو طبعا هو هذا انت ما مطلوب منك، بس انا افهمك وظيفته. يعني انت اليوم جيت ضربت جرعه، هاي الجرعه شوف لازم ايش قد كتلت وايش قد بقت حي ماشي عندك. زين السيرفينج فانكشن بيش يمثله باللوغاريتم ماشي، وضحت، ويكون على محور واي، وهذا يكون الداز على محور اكس. وما مطلوب منك جديات، خلنا اشطب لك حتى لضوجك خاف ضجت منها. زين هسه هاي المهمه، هاي الحلوه، هذا راح اختصر لك كلها بدون ما اقرا لك هنا، راح اقرا لك هنا وركز وياي. العلاقه بين ال اي تي وال ار بي اي، شنو ال اي تي؟ اللي هو اللاينر شباب، هذا شوفه هذا ال ار بي اي، هذا اللاينر انرجي ترانسفير اللي شرحنا عليه، وبين منه بين الريليتيف بايولوجيكال افكتنس، فهو ينطيك بين ال اي تي وبين ال ار بي اي مختصراتهم. شوفوا شباب انا اقول لك شغله، هذا ال اي تي وهذا ال ار بي اي، ال اي تي كل ما يزيد باور، كل ما يزيد يعني هسه هو كان هنا بالصفر زاد الباور، كل ما يزيد ال اي تي راح يزيد ويا ال ار بي اي. شوف بس هذا من يزيد واحد نقطه واحده، هذا ايش قد يزيد؟ بمعدل 4 لو 5 مرات. شوف معدل 4 لو 5 مرات، اعرف لي انه يابا اذا هذا زاد هذا يزيد، لكن الفرق شنو؟ انه هذا اذا زاد نقطه واحده هذا يزيد الى من 4 الى 5 مرات. زين راح يزيد 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 لحد ما يوصل نقطه 100، من يوصل نقطه 100 راح تنقلب الايه. شنو تنقلب الايه؟ يعني ال اي تي اذا زاد هذا راح ينقص. شوف ركز وياي حتى نختصر بعض الاشياء اللي مثلا هذا السرد المطيك كله هو هنا بالضبط على هذا الرسم تقدر تفهمه. ال اي تي اذا زاد يزداد ال ار بي اي، لكن هذا يزيد بمعدل 4 الى 5 مرات. تمام زين، هذا المنحني يظل يزيد سوى يزيد سوى اثنيناتهن، بس من يوصل نقطة 100، شوف من يوصل نقطة 100 هنا يقول لك يابا ال ار بي اي فيلز ماشي، يعني يصير عكسه يقل يقوم، يعني ال اي تي اذا زاد هذا يقل. وضحت شوف شلون نزل من يوصل نقطة 100. زين طلاب الاكسجين انهانسمنت ريشيو هذا شنو؟ هذا شوف طلاب، هذا ال او ار اي فكرته شنو؟ يقول لك the oxygen enhancement ratio is the ratio of dust under the hypox to aerated condition. يعني يقول لك هي النسبه بين جرعتين، جرعه ما بيها اكسجين وجرعه بيها اكسجين. تمام زين، يقول لك ذات بروديوس سيم بايولوجيكال افكت، هذا ينتج لي نفس التاثير البيولوجي او الحيوي. شنو الفرق؟ اليوم اذا عندي جرعه بيها اكسجين وجرعه ما بيها اكسجين، طلاب الجرعه اللي بيها الاكسجين شو تسوي لي؟ تسوي لي تزيد القابليه لقتل الخلايا السرطانيه. يعني خليني اقول لك شغله، يعني هاي الجرعه اذا كان بيها اكسجين راح تزيد قابليتها على شنو او كفاءتها على شنو؟ تقتل الخلايا السرطانيه، واذا كانت لاكت اوف اكسجين تفتقر للاكسجين ايش راح تقل؟ يقول لك يابي هاي الخلايا الجوه راح تكون عندها مقاومه للجرعه. يعني شباب خليني اقول لك شغله، شايف انت اليوم من تمشي بدرع وما تمشي بدون درع، من تمشي بدرع طب بزودك تروح تكتل تمام، لكن من تمشي بدون درع تظل تتختن مو؟ هب نفس الحالة هاي، الجرعة إذا كان بيها أكسجين تروح تقتل الخلايا، زيد الكفاءة مال قتل الخلايا، لكن إذا كان ما بيها أكسجين، شو تسوي؟ هاي الخلايا تقوم تقاومها، شوف ريزيستنت، ماشي؟ ريزيستنس. وضحت؟ زين، هسه هذا المنحني، ها، هذا المنحني بين ثلاثة، بين الـ LET وبين الـ RBE وبين الـ OR الـ OER. قلنا احنا ال LET وال RBE اثنيناتهم يزيد من يوصل نقطة 100 يصير بالعكس، يعني هذا اذا زاد هذا ينقص، لكن ال OER هذا يمشي عكس ال LET، يعني ال LET اذا زاد شوف هذا ينقص، هذا يزيد هذا ينقص. وضحت الفكرة؟ شغلة وضحت ماشي. ال OER اذا تريد تحكي تقارنه بس ويا ال LET، ما تقدر تقارنه ويا ال RBE. تمام وضحت شباب؟ يعني اعيد لك مره ثانيه، ال ار ال ال اي تي اذا زاد هذا ال ار بي اي يزيد، من يوصل النقطه 100 لا يقوم ينقص،
إذا زاد هذا، وهذا الـ LET إذا زاد لا هذا قبل ينقص، يعني ما عنده زيادة وبعدين ينقص قبل ينقص، يعني علاقة عكسية.